السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حلقة خاصة بدائرة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. هذه الدائرة التي تعنى بشريحة كبيرة من الشعب العراقي. اليوم كثير الحديث أصبح بهذا الموضوع، والكثير يتساءل عن كيفية الشمول، عن آلية الشمول. البعض من الناس قدم على الإعانة أو الحماية الاجتماعية ولكن لم يتصل به أحد، والبعض الآخر تم الاتصال به ولكن دون باعث. اليوم راح أتحدث بشكل مفصل عن مهام وأداء وآلية العمل، وأيضا أين وصل الشمول وأين وصل الباحث الاجتماعي. بكل تأكيد مع ضيفنا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ عبد الرحمن المنصوري، مدير دائرة الحماية الاجتماعية. رحب بك أجمل ترحيب. أهلا وسهلا بك، تحية طيبة لقناتكم ولمشاهديكم الكرام. الله يحفظكم أستاذ عبد الرحمن. أولا شكرا لحضورك، شكرا لبيت الدعوة. بالخدمة إن شاء الله. الله يسلمك فضلك أستاذ عبد الرحمن. خلي يعرف المواطن العراقي شنو مهام هذه الدائرة. بسم الله الرحمن الرحيم. دائرة الحماية الاجتماعية هي إحدى دوائر هيئة الحماية الاجتماعية. هيئة الحماية الاجتماعية هيئة تابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيها دائرة الحماية الاجتماعية للرجل ودائرة الحماية الاجتماعية للمرأة، وبها ثلاث دوائر أخرى ساندة، هي دائرة الصندوق ومركز تكنولوجيا المعلومات اللي يحتوي على قاعدة بيانات جميع المستفيدين والمتقدمين، وكذلك دائرة القانونية الإدارية ومالية. هذه تقريبا هي تشكيلات هيئة الحماية الاجتماعية. دائرتنا احنا تعنى بالرجل. آلية الشمول المعمول بها في خلينا نكون بالبداية حتى نعرف المواطن، ما هي الفئات المشمولة بدائرتكم؟ احنا طبعا بعد تطبيق قانون 11 لسنة 2014 اصبح الشمول في قانون 126 كان فئوي. احنا اليوم نعتمد على خط الفقر، وان كان توجد لدينا في القانون تقسيمات مثل الفئات الأرملة والمطلقة والمهجورة والمعاق ذوي احتياجات الخاصة، الطالب المتزوج، زوجة النزيل، يعني هذه إضافة إلى الفئة الكبيرة هي الأسرة معدومة الدخل. كل هذه الفئات هي تخضع إلى خط الفقر. عفوا، معيار خط الفقر هو اللي توضع وزارة التخطيط، اللي وضع وفق بالتنسيق مع هيئتنا. هذا خط الفقر، احنا عملية الاستهداف كيف تتم، وبعدين تذهب إلى وزارة التخطيط لتحديد من هو المستحق من غير المستحق، يعني صاحبة القرار. نعم، الاستمارة اللي أعدت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتي يتم ملؤها من قبل الباحث الاجتماعي من خلال زيارته للأسر المتقدمة، هاي الاستمارة تملأ وترسل إلكترونيا إلى وزارة التخطيط. هناك برنامج معد لهذا الغرض يقوم بتحليل هذه البيانات التي تم إملائها، وتظهر النتائج من خلال وزارة التخطيط لبيان من هو المستحق من عدمه. زين، أنا مهسا قدمت مثلا، وزارة التخطيط كتبت لي أنت غير مشمول، شنو أقدر أسوي؟ طعن القانون رسم خطوات للذين تظهر نتائجهم غير مشمول بتقديم اعتراض لدى اللجنة العليا، وهذه اللجان العليا موزعة على كل محافظات العراق. في كل محافظة توجد لجنة عليا للحماية الاجتماعية برئاسة قاضي وثلاثة أعضاء، تنظر في الاعتراض وتبت بإعطاء نتيجة. ممكن أن تكون النتيجة قبول الاعتراض، وإذا ظهرت النتيجة بقبول الاعتراض ممكن أن المواطن يشمل بإعانة الحماية الاجتماعية. وإذا رد الاعتراض من حق المواطن أن يقدم تظلم. هذا التظلم أيضا في اللجنة العليا وينتظر النتيجة. إذا
قبل التظلم مالته من قبل اللجنة العليا يذهب لإكمال إجراءات الشمول. أما إذا رد التظلم فبهذه الحالة نذهب إلى مرحلة الطعن اللي هي في المحكمة الإدارية. المواطن يقدم طعن خلال 60 يوم من حال استلام قانون رد قرار رد التظلم من قبل اللجنة العليا، ويذهب إلى المحكمة الإدارية، وهناك بالإمكان عند النظر في الطعن ممكن أن محكمة القضاء الإداري ترجعه ونشمل إحنا بالحماية الاجتماعية، وممكن ترفضه، وهو بالنتيجة بعد يحرم من الشمول وفق القانون. أحسنتم، يعني هذا وفق القانون، هذا سير القانون. لكن احنا اذا اشتغل هذا المواطن هالشكل، هاي طلع سنه راتب لي قدامه ودافع بس كرامه، احنا بعد لا ادري قانون جهه تنفيذيه، قانون عندنا ننفذه. ايش قد تطولت العاده تطولتكم كدار؟ احنا للرجل نعطي كحد اعلى 275 الف دينار الشخص الواحد، لا لاسره مكونه من 4 افراد، الزوج والزوجه وفردين من افراد الاسره، على الا يتجاوز 18 سنه. الفرد رب الأسرة يأخذ 125، والزوجة 50، والفرد الأول 50، والفرد الثاني 50، يصبح المجموع 275. هذا بالنسبة لفئة الرجال. أما لفئة النساء 325 كحد أعلى. يعني رب الأسرة إذا كانت امرأة تأخذ 125، الطفل الأول والطفل الثاني 75 75، والطفل الثالث 50. جميل، ممتاز. يعني هاي يعني 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 بصراحة من تنظر للمبلغ جدا ضئيل، يعني الرجل 125 ألف، خاصة إذا كان رجل كبير بالسن غير قادر على استحصال رزقه في مكان آخر. يعني فبالتالي هل هناك نية بزيادة هاي الرواتب؟ إحنا في إعانات، إحنا في أي إعانات أكيد. احنا يا ريت تكون تجسد هاي الثقافه انه الراتب للموظفين للمتقاعدين لراتب المعين، يعني احنا بالنسبه لنا احنا لا جيد، احنا بالنسبه لنا ندفع اعانات. نعم. بالنسبه للزياده، احنا كهيئه حمايه اجتماعيه طلبنا زياده وننتظر الاجابه. يعني على الموازنه احنا مقدمين مشروع، وهاي تعتمد على الاموال المتوفره وفق الموازنه العامه. سؤال اعرف يمكن اختصاصك وغير اختصاصك في دائره اخرى، انتم قاعد تعطون للشباب اللي شباب هم يمكن بعمر الورود مقدم على راتب او اعانه الحمايه الاجتماعيه، وهذا بامكانه ان يعمل، ما انتم كوزاره ما هيئتوا لهم الى فد مشروع معين ممكن حتى يستغنى عن هذا الاجور الاعانه اللي تعطوها، يفتح له مشروع، يعمل مع مثلا شركات اهليه، قطاع الخاص تريدون تستثمرون هذه الطاقات؟ نعم، احنا طبعا تم منح قروض لعدد كبير من الشباب وفتح مشاريع صغيره، وممكن ادت الى اخراج عدد، وان كان هي ليس بالطموح. احنا طموحنا المستقبلي وفق خططنا اللي رسمية، احنا نقوم بعملية التدريب قسم من المشمولين في مراكز التدريب، وبالنتيجة احنا نوصل الى مرحلة انه نعلمه صنعة وننطيه قرض ويروح يفتح مصلحة ويشتغل. بس انت لا تنسى احنا اليوم هي كلها متعلقة بالاموال. صح. والإمكانيات المتوفرة لدى الوزارة. عندكم كوادر كافية لتغطية كل هالمشمولين؟ إيش قد مشمولين بالبداية أستاذ عبد الرحمن؟ إحنا لدينا هسه إلى الآن عدد المستمرين الذين يتقاضون إعانة من الرجال والنساء أكثر من 1,700,000 أسرة. زين. يعني أسرة أي ما يعادل أسرة أي ما يعادل أكثر من 5 مليون فرد. هذول كلهم مشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية، يعني أسرة وأفراد، هذا العدد اللي مشمول حاليا واللي هو قيودة مستمرة. فتحتوا الشمول؟ فتحنا الشمول، اللي بعد ما فتحنا الشمول اللي هو في 22/8 من عام 2022، وتم غلق النافذة في 22/11 لعام 2022. ظهرت عدد القيود للمتقدمين أكثر من 1,800,000 قيد. هتجدد؟
هذول الجدد من عدد مليون وكذا أسرة. راح يوصلك التفصيل بالموضوع. المليونين وثمانمية تم استبعاد أكثر من 900 قيد بالتقاطعات، قصدي 900 ألف قيد بالتقاطعات. أكو تقديم غير صحيح، هاي كلها تم استبعادها. أكو قسم من هاي القيود هي مجرد حصلت بها تقاطعات، المواطن يروح يجيب ما يثبت أنه عكس هذا اللي موجود في التقاطع، بدأ يرجع إلى قاعدة بياناتنا. تقريبا اللي صفى عندنا احنا في قاعدة البيانات أكثر من مليونين أو أقل مليونين قيد. تم بحث، إكمال بحث لحد يوم الخميس الماضي تم استكمال بحث أكثر من مليون أسرة. ممتاز. خلال 3 أشهر ونصف، هو بحد ذاته هذا أنا أعتبره إنجاز. العدد كبير. العدد كبير، لكن إحنا العمل في هيئة الحماية الاجتماعية عمل ضخم وعمل مضني ومتعب، وكوادرنا تعمل الليل والنهار. يعني أنت ممكن هسه بالليل ممكن أكو باحث يفتر يروح. أه. أي نعم، لأن إحنا منطين حرية العمل، إحنا ما نجبر الباحث إنقلة تطلع بعد الدوام أو تطلع، أنت متطوع دوامك محدد، بس أنت إذا تريد تعمل بعد الدوام تريد تزور باحثين، عندنا باحثين يطلعون بالليل يبحثون. العملية إحنا قلت لك مستمرة، أكملنا هذا المليون، بدأنا بالمرحلة الثانية واللي أعلن عنها السيد الوزير اللي هي المليون الثاني اللي أعلنها في منطقة المعامل، بدأنا بالحملة وسنستمر بعمليات المسح وإكمال كافة القيود المتقدمة في قاعدة البيانات. هذه الأعداد الكبيرة تحدثنا يمكن سؤال طرحناه وعبرناه، يعني تكفي الأعداد اللي عندكم؟ يعني كباحثين كمنتسبين احنا على هذه الأعداد الكبيرة؟ احنا عندنا أكثر من 2400 باحث على مستوى العراق. ممتاز. آخر عدد جانا أكثر من تقريبا 480 باحث من الأوائل، تم أصحاب شهادات تم تعيينهم. إنه كان عندنا إحنا قبل 2000 باحث، هاي الأعداد موزعة على كل أقسامنا في المحافظات وحسب عدد المستمرين عندنا أو عدد المتقدمين في قاعدة البيانات. يعني العمل واسع وإحنا مستمرين، ونسأل الله أنه يوفقنا ونرضي ناسنا وجمهورنا إن شاء الله. أحسنتم جزاكم الله خير. حتى نكون في نفس مود هذه الأسئلة، هل هناك أموال تكفي لتغطية كل هذه النفقات؟ يعني سألتم عندكم موازن؟ نعم. أكيد قدمتم مقترحات. نعم. وش قد المبلغ اللي رصدته؟ هل تتوقعون بأنه تمضي خلال هذه الموازنة هذه المبالغ؟ احنا المبالغ اللي رصدناها ان شاء الله هي كافيه، لكنه تعرف هي مو كل اللي احنا نقدمه راح نحصل عليه. اكيد هاي موازنه وموجوده وزارات، موجوده حصص تقليل نفقات. تمام. هي كلها قابله للدراسه والتحليل. بالنتيجه احنا مثل ما يقول حسابنا حسابنا، وقدمنا اللي علينا وننتظر الجهات المختصه هي اللي تمنحنا المبالغ اللي تكفي عملنا. احسنتم استاذ عبد الرحمن. يعني هاي الجوله والباحثين والآن شرعته بالمليون الآخر، يعني هل هناك سقف زمني تم تحديده من جنابكم من مع الوزير لتوقف عن الشمول أولا أو ثم الباحثين؟ كسقف زمني لإيقاف المسح الميداني احنا لحد الآن ما متخذين أي قرار بهذا الاتجاه. نحن مستمرين بعمليات المسح ولن نتوقف إلا أن يتم عمليات البحث الميداني لكل المتقدمين. خلي يطمئن كل ناسنا أن كل إنسان قدم على الواجهة الإلكترونية حق مضمون بالبحث، لكنه بنفس الوقت أريدهم يعذرنا لأن الأعداد ليست بالقليلة. ما معقول أنا المتقدمين مليونين أنا أبحثهم كلهم بعشرة أيام. أنا كثير من الناس يقول أنا ما جاني باحث، أقول إن شاء الله يجي، واللي يوصلنا هم نطلع له باحث ما نتأخر عليه. لكنه عيد مرة ثانية، العدد ليست قليل والإمكانيات مع هذا العدد غير متوازنة غير متكافئة. فإحنا مستمرين وما عندنا أي سقف زمني لإيقاف عمليات المسح. جيد. ما هي المعايير اللي يعتمدها الباحث بالموافقة أو تضمين تقريره النهائي
بأن هذا مشمول أو لا؟ الباحث لديه استمارة مثل ما ذكرت لك بداية حديثي، استمارة إلكترونية معدة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بها بيانات وبها معلومات الباحث. من ضمنها مثلا عدد أفراد الأسرة، جيد، كم فرد بالأسرة، مثلا هل توجد الجهاز الفلاني بالبيت، هل طبيعة البناء مبني من البلوك أو من الطابوق، هل طبيعة المي، يعني مجموعة من لديه سيارة، مجموعة من البيانات. هذه البيانات تخضع للتحليل بعد إملاءها وإدخالها على قاعدة البيانات، تخضع للتحليل في وزارة التخطيط. وهناك يعني عفوا أستاذ عبد الرحمن، بأنه مرحلة وزارة التخطيط ما بعد الباحث؟ بعد الباحث أكيد. المعلومات تدون من قبل الباحث، يدخل للأسرة داخل البيت ويبدأ يدون كل الاستمارة، وتدخل إلكترونيا عن طريق الجهاز الحاسبة، وترسل بعد أن نهيئ الأموال. احنا ما نرسل للتخطيط إذا ما نضمن وجود الأموال، تمام، لأنه النتائج راح تظهر أنه مشمول وغير مشمول. المشمول لازم أنا أصدر له بطاقة ذكية. فبعد أن تتوفر الأموال ترسل إلى التخطيط، وهناك تجري عمليات التحليل لبيان من المستحق من عدمه. ممتاز. أنا ذاك اليوم يعني أحد الأخوات اتصلت بينا فقالت أنا قاعدة بإيجار بغرفة وبيت في إحدى المناطق، يعني مو هي الراقية جدا لكن المتوسطة. يقول فإجى الباحث قال ما شاء الله أنت قاعدة بهذا البيت. قالت له أنا أرملة وقاعدة بهذا البيت وأسأل أهل البيت. قال لا ما أسأل أهل البيت، هاي أنت بيتهم أنت قاعدة هنا. فمع يقول عافني وراح. زين أنا شلون أقيم هاي الحالة؟ إحنا هنا تعاملنا مع الحالة، كل حالة بحالتها. أكو امرأة ربما تكون مطلقة وتكون أرملة، أنا ما أتعامل مع البيت اللي قاعدة بيها وهي أبوها. طبعاً إحنا عندنا نسبة اللي يظهرون غير مشمول بالنساء قليل جداً، كلش قليل. لكن بنفس الوقت أنا شخصياً زرت أحد العوائل للتدقيق، وجدت امرأة مطلقة تملك من الأثاث والبيت فتشي يعني بالخيال موجودة. يعني احنا موجود، هذه الحالة موجودة وهذه الحالة موجودة. لربما الحالة اللي ذكرتها أنا قليلة جدا، صح، لكن الحالة الثانية أنا أقول لك أغلب عوائلنا من النساء هن في حالات العوز ومحتاجات لراتب الإعانة. احنا بدورنا دائما نأكد على أنه الباحث لا ينظر إلى طبيعة المنزل اللي تسكن هذه المرأة ويا والدها أو تسكن ويا أخوها. أكيد هي لها حصة من هذا البيت، تمام، تعمل به، يجوز ثلاجتها حاطتها بهاي الغرفة، طباخ، يجوز الناس طتها، احنا نبني على هذه البيانات، يجوز الناس طتها يعني ليس بالبعيد، صح. فإحنا هذا الموضوع هو ربما يذكر، لكنه بحقيقة احنا كلش قليل عندنا احنا النساء اللي يطلعن غير مشمولات. جيد، ممتاز. يعني أكو معالج لهذا؟ أكيد أكو معالج. يعني إذا جت ترجع مثلا أتقدم شون ترجع للحماية الاجتماعية دم يابا جوي وهالشكل، خب اتخذ قرار الباحث؟ لا، هو ما يتخذ قرار، يعني ما أي قرار الباحث بقدر ما هو يقوم بملء استمارة. يعني ما معقولة هو يجي يملي استمارة اللي أجهزة كبيرة بالمنزل هي ما عادلها، هي ما موجودة، صح. بالنتيجة هالاستمارة قابلة للتدقيق، احنا عندنا لجان تدقيقية وراء تبحث بعد الباحث، يعني تطلع وتسحب الاستمارة، وهاي الاستمارة معلوم ايش كتب بها الباحث، تمام، اذا كتب موجود الجهاز او موجود ثلاجة، وهاي المعلومات اللي هسه بالاعلام يقول لك اللي عنده ثلاجة ما ينشمل. هذا اللي حقيقة انا البارحة كنت بالاخبارية نفس السؤال سيلوني، فأنا سألتهم هذا السؤال، قلت لهم أنا عندي 1,700,000 أسرة، يعني ما من هذول كلهم ما عندهم ثلاجات، صحيح، وهذا خلاف العقل يعني. أي، تمام، أي، تمام. فإحنا هاي الأجهزة اللي موجودة فيها الاستمارة إلها أوزان، هاي بالنسبة للأوزان هاي الأجهزة هي أوزان كلش قليلة، يعني ما تغير بمعايير القبول من عدمه. إضافة إلى أنه الأسرة مجموعة من الأسئلة راح تتعرض لها، تمام. فممكن هاي الأسئلة ترفع من نسبة الوزن وينشمل المواطن. جميل. أكيد أنتم بعد ما صاركم سنين أكيد بهذه الدائرة مرة عليك عدة وزراء وجدتوا أكو هناك فارق بالأداء ما حتحدث به، يعني تقييم الأداء ممكن بعض يحسبه مجاملة لهذا الوزير أو
نكاية بوزير الآخر، هذا ما ندخل بالأسماء بصراحة. لكن كيف وجدتوا المتجاوزين على شبكة الحماية سابقا والآن؟ أين اكتشف الأعداد الكبيرة؟ احنا عملية التقاطع بصراحة مستمرة. احنا لدينا مركز تكنولوجيا المعلومات اللي هو احدى تشكيلات هيئة الحماية الاجتماعية، هناك تجري عملية التقاطع. عملية التقاطع مرة عن طريق قرص يرسل لنا، مرة عملية التقاطع تصير مباشرة، مرة احنا نفاتح الدوائر زودونا. هاي العملية في هذه السنة صار بها عمل انا اعتبره عمل جبار، اكتشفنا اكثر من 163 بهذه الحكومة اكثر من 163 الف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية. لحد الان تم ايقاف اكثر من 47 الف قيد، استرجاع اكثر من 9 مليار دينار عراقي. الدفعة القادمة ولربما تكون اللي بعدها ستشهد إيقاف ما تبقى من هذه الإعانة واسترجاع كافة الأموال المتجاوز عنها. 9 مليار؟ 9 مليار دينار عراقي استرجعنا. استرجاع. نعم. هاي شنو كانت رواتب معلقة للدفع وتم استرجاعها لو من المواطنين؟ يعني راح هسه أضرب لك مثال، على سبيل المثال شخص لديه عقد في وزارة الكهرباء. جميل. من عام 2014 هو عقد في وزارة الكهرباء، يتقاضى راتب العقد اللي هو ربما يكون 400 ألف، ويأخذ من عندنا إعانة. هسه تعين ثبتوه على الملاك الدائم، احنا هسه دائرتنا اللي ما يأخذ من عندنا براد ما يتعين. اي صحيح. وشلونكم انتم دولة وتجي تطلبون فلوس تلعبون بيه طوب تيجي الكتاب مالتي؟ لا لا ان شاء الله احنا زين دولة ناس، احنا ما بس زين مالاتنا، بس احنا بنطلب الدولة يشلون حالنا زين فلياساتنا. احنا نريد ان يعطينا اياهم والله ما عندنا شيء احنا. يما المواطن يعني اضرب مثلا اني راح يجي للدائرة يراجع، راح نزوده بكتاب الى دائرته، يقول انا تعينت على دائرة الكهرباء، نقول له هذا الكتاب روح جيب لنا تاريخ الاجر او العقد او الملاك. تحاسبون الاجر والعقد؟ حتى الاجر والعقد والملاك باليوم والشهر والسنه. مثلا على سبيل المثال شخص لديه عقد في وزاره الكهرباء 1/1/2014 تعين بال 23، كل الفلوس اللي اخذها من عندنا ناخذها من عنده، لانه هو كان ياخذ 400 سنة. انا لا يقول لي واحد ال 400 ما تكفي، انا اقول لك ناس 500 ما تكفي، واكو ناس المليون ما تكفي، واكو ناس قضيه الاكتفاء هذا مو انا احددها، انا عندي قانون يقول قانون دمج راتبين ممنوع. ممنوع بس عندنا المسؤولين عندهم 4 أو 5 رواتب. المهم كمل السالفه يا عبد الرحمن. خلينا بالحمايه. لا بيته باب يا حمايه. لا 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 خلينا بالحمايه. احنا طبعا آلية العمل مالتنا يعني حتى نكون شوية منصفين، احنا ما ناخذ الأموال دفعة واحدة، يعني ناخذها بالتقسيط. بس تمنحون كتاب راتبة؟ لا اكيد، لانه حتى نطلق راتبة يعني مو حتى شلون على العمل، شلون راح نحصل فلوس؟ احنا شلون راح نحصل فلوس؟ طب يكتفي. لا لا احنا نقسطهن له حتى نطلق راتبة اذا كان متوقف في دائرته. منين راح ناخذ؟ احنا ناخذ من راتبة. جميل. ف يعني مو يصير يدوي يجي يقدم الراتب؟ لا لا احنا ما عندنا شيء اسمه يدوي، احنا كله نتعامل عن طريق المصرف. صح. وما عندنا فلوس نلزمها بيدينا. تمام. التقسيط حتى هم شويه المواطن يصير عنده معلومه، احنا عندنا فد اليه عمل انه ما زاد عن 5 مليون نقسمه على 120 شهر. وقل عن 5 مليون نقسمه على 60 شهر. وما زاد من 10 12 مليون 13 مليون، ها نروح ناخذ نسبة من الراتب ربما توصل للنص، نص الراتب اي اذا المبلغ مالته علا. احنا بصراحة اكو مرونة بهذا الجانب، احنا لانه تعرف احنا صلاحية المدير العام هذا قانون، لا صلاحية مدير عام، احنا عندنا آلية مال العمل ماشيين عليها في صندوق الحماية الاجتماعية. جيد. يعني هذا يعني اكو حالات للقضاء؟ احنا الاجراء القانوني موجود، احنا المواطن اللي يطلع متجاوز نبلغ دائرته اذا كان موظف انه يراجعنا حتى يسدد ما ذبته من اموال.
في حال عدم مراجعته نبلغ دائرته بإيقاف راتبه. في حال ما حصل أي إجراء احنا موجودة شعبنا القانونية في كل أقسامنا تتخذ إجراءات بعمليات إقامة الدعوة بالمحاكم القضائية وبالنتيجة يتم تبليغه وإجراء قانون. احنا ما نعبر القانون مطلقا. زين بالنسبة للمطلقات والأرملات شلون آلية الشمول؟ نفس الآلية نفس الآلية نفس الآلية يعني فقط احنا العناوين تبقى هي أرملة فئتها وتبقى مطلقة هي تخضع إلى خط الفقر. أنا أتوقع عندي سؤال يعني أكو هيش فقرة أو لا بما أنه حماية اسمها الحماية. نعم. أن أحمي هذا الرجل الفقير من كل الإشكاليات بالحياة ونعينه بما أنه نعم. يعانى صحيا أكو دور لكم مع نعم. نعم إحنا عندنا تعاون مع شراكة مع وزارة الصحة عندنا شراكة مع وزارة التجارة عندنا شراكة مع أيضا في مكاتب محافظات العراق أيضا في قسم المحافظات تم توزيع قطع أراضي زودنا كل مكاتب المحافظين بأقراص. خلينا نجي واحدة واحدة أستاذ عبد الرحمن الصحة شنو دوركم وياها؟ إحنا طبعا أكو تأمين صحي للمواطن. هاي التجربة بعدي بشهر السابع راح تبدي. لا حتى سابقا احنا المواطن من يروح للمستشفى ويروح المركز الصحي ما ناخذ ما ياخذوا من عنده جبايه. اي واحد اي واحد اي يراجع المركز الصحي او المستشفى ما ناخذ ما ياخذوا من عنده اجور القطع الشيء يعتمدون على الهويه. مرات يعتمدون الاستماره مرات يجي المواطن ياخذ من عندنا كتاب نقول له هذا مشمول عندنا وممكن يراجع المستشفى عندنا مجانا. يعني انا ما اقول كل بس كإجراء أولي ذكر أنت من صدر قرار إنه سيأخذون إيش قد 5000 3000 هذه هو معفي من عتها. زين عمليات خارج العراق تحتاج كذا إذا بعض إحنا عن طريقنا ما عندنا ما عندنا إيش نشاط إلا عن طريق الإخلاء الطبي في وزارة بالضبط هاي عن طريق وزارة الصحة. جميل. التجارة شنو صارت؟ إحنا طبعا ندفع حصة تموينية إضافية للمستفيدين الحماية الاجتماعية أعتقد بس هاي رمضان ما أتوقع. لا إحنا بحصة الطحين المواطن الغير المستفيد من الحماية يأخذ 8 حصص بالسنة. 8 حصص؟ في حين المستفيد يأخذ 12 حصة. أها. مستفيد من الحماية الاجتماعية. أنا شفت بصراحة. وأكو سلة غذائية أيضاً. أنا رحت أول مرة أروح هذا بحياتي أجيب حصة مال البيت. فما أدري شنو أكو مواد قال له شنو هاي قال له هاي مال الحماية الاجتماعية. شنو أنتم ضفتوا إلى يعني؟ ضفنا لهم سكر وضفنا لهم طحين صفر. وضفنا لهم زيت. بالإضافة إلى البيض. أي هاي أهمية أيضاً في رمضان دفعناها. فقط في رمضان؟ أنا لحد الآن أعرف لحد رمضان إحنا دفعنا بس إحنا إن شاء الله مستمرين في عملية دفع السلة الغذائية. أكو إضافات مبالغ لناس المحتاجين تعرف أكو ناس يعني هذا ما يكفي الراتب لكن يجون يطرقون باب وزارة العمل لمن الصلاحية يمنح مبالغ إضافية أو مساعدات عينية؟ إحنا ما عندنا مبالغ إضافية غير الإعانة. فقط لا ندفع أي مبلغ عدا الإعانة. إحنا مثلاً نوزع كسوات في المناسبات مناسبات العيد دائماً إحنا موجود عندنا قسم اسمه قسم الخدمة الاجتماعية هم يختار لفد فئة من الفئات ويتم اتصال بها وطبعاً هاي العملية مستمرة. إحنا أي شيء يجينا من منظمات مجتمع مدني من مؤسسات نتم اتصال بالعوائل نجيبهم يمنا بالدائرة ونسلمهم اللي يوصلنا أول بأول. المحافظات شلون اكو ارياف اكو قرى اكو نواحي بعيده جدا عن المركز شلون قاعد توصلهم؟ باي ناحيه نوصلهم من اي جانب تقصد انت؟ يعني اكو ناس قرى ارياف يعني ايه؟ فمن كل بيت الى بيت في 3-4 كيلو وصلتوا لهم؟ مسح الميداني مستمرين قلت لك يعني في قضاء السلمان اللي هو ابعد نقطه نقرة سلمان يعني قصدك؟ اسمي قضاء سلمان احنا نقرة سلمان ما نقرة سلمان قبل اي لا التاريخ الاسود ما يمنح بسهولة احنا دائما نبيض حتى نعطي طاقة ايجابية والله التاريخ الاسود ما يمنح ايجابية لا وش يبيض نقرة سلمان
باحثين يعني في أبعد نقطة، لأن احنا بطبيعتنا الباحثين موزعين على الأقضية، يعني موجود في قضاء الشطرة أكو باحثين، في قضاء تل أعفر أكو باحثين، في قضاء جلولاء أكو باحثين. يعني حتى عملية التعيين الأخيرة اللي حصلت الألف باحث اللي هي في عام أعتقد 21 صار التوزيع على الأقضية، يعني المتقدم من الباحثين نختار من القضاء. جميل. وإذا القضاء ما توفر بباحث يعني عنوانه بكالوريوس أنثروبولوجي خدمة علم النفس تربوي، هذا إذا ما موجود نروح للقضاء الأقرب نأخذ من عنده. فعملية التوزيع إحنا حاسبين حسابها، لذلك وإن كان بالقرى حتى بالقرى ولا بالأرياف الباحث ما يبعد عليه إن شاء الله. الإقليم مشمول بالعمل. هذا عملنا إحنا بالإقليم غير مشمول. غير مشمول. عدا دائما نعمل عدا محافظات الإقليم. أحسنت. لكن أكو مخيمات في الإقليم تمهم زيارتها وتم. نازحين. نازحين. نعم. أعداد كثيرة. يعني تقريبا المخيمات تم زيارتها وتم شمولهم. جميل ممتاز. ذوي الاحتياجات. نعم. رغم هي دائرة منفردة لكن في من ضمن المضمار يعني المعين متفرغ. نعم. هاي وايد أسئلة عليها، شلون تعالجونه وشنو من له الحق أن يكون له معين وايش قد نسبة العجز اللي تحتاج وهذه التفاصيل. قانون 38 لسنة 2013 اللي هو قانون ما يسمى براتب المعين لزم أن يكون التقرير الطبي لشموله براتب المعين أن لا يقل عن 75% من العواقب، يعني نسبة يعني 75% فما فوق يشمل براتب المعين، ما دون ما يشمل. المعين يشترط بأن لا يتقاضى أي راتب حكومي ولا يتقاضى إعانة أيضا. المعين. المعين إذا كان هو الأب بس هو وهي ابن المعاق أو ذو الاحتياجات الخاصة، يعني شلون؟ ما عندنا مشكلة، يعني ممكن أخته تعينه إذا قريبة عليه جيرانه أو بيتها قريب، ممكن حتى إذا زوجته. زوجته يعني زوجة أي يعني ممكن. أم الولد ممكن إذا بس إذا عندها راتب تقاعد شلون؟ ما يصير معينة، ما يصير. احنا لازم يكون الشخص اللي يصير معين ما يتقاضى اي راتب. ف يعني ما جاي نلاحظ اكو في المشكله الموضوع، الناس جاي تجيب معين ويشمل وفق هذا القانون. اكو نسب محدده بالعجز؟ هي 75%. 75% وفق اللجنه اللي هي عندكم بالوزاره، وموجوده لجاننا اللي بالوزاره واكو لجان ايضا لجان اللي تابعه لوزاره الصحه. ممتاز جيد. اللي يوصل أنا أثناء حديثك سمعت بالإعانة يوصل عمره 18 توقف؟ إحنا من يبلغ 18 نوقفه، هذا بها قرار وهذا إحنا نمشي عليه. وإذا طالب؟ ما نعطي إعانة. إحنا هذا من زمان مو اليوم، إحنا وفقا للقانون إحنا من يبلغ 18 نقطع الإعانة مالته، ممكن إذا عنده فرد صغير نصعده نفس الشيء. يعني ممكن إذا عنده أربع أفراد اللي يبلغ 18 يرفع ويضاف الى الطفل الاصغر من عنده. الاعانه وراثه؟ انا اكون وريث الوالد وريث الاخوه؟ لا لا لا، الاعانه لا تورث. لا 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 غير، يعني هو حتى ما يكفل، يعني ما يعني ما ممكن يروح يكفلني واحد ياخذ عنده اعانه، يعني على الاعانه تعرف هي الكفاله على المبلغ النقدي للقاضي. صح. فاحنا هسه واحد يجيب له كتاب يقول انا اخذ اعانه تعال كفني، ما تمشي. أيه. يعني هي تبقى هي اعانه. قضيه تسهيلات باقي الوزارات عندكم اصحاب الاعانه؟ يعني مثلا يحتاج الى كتاب، يحتاج الى مثلا يريد قرض اللي مثلا لانه مشمول بالاعانه اعطي قرض؟ لا، انا اذا اخذ قرض اوقف الاعانه. ايه لانه خلاص، يعني اذا هو عند ما اخذ قرض 30 مليون لحد شو يسوي جاي علي ينطي يعني 105؟ لا وعد قاع خاف مشتري له ساحبه جديده. يعني عندكم بالنيه ان يعملون مع المشاريع، يعني مثلا القطاع الخاص بتعرف اسوي، يعني انا حسب ما فهمنا من هاي الحكومه راح تدخل بشركات تعمل
عندكم علاقة بنقابة العمال، أن عندنا بهاي مجموعة من العاطلين عن العمل اللي داخلون إعانات شباب، نخليهم يشتغلون بشركات الأهلية؟ هو احنا شوف، خلينا نكون شوية أكثر واقعي. احنا اليوم لو شبابنا موجودة شركات وراتبه الشهري 700 و800، ما يحتاج لي انا اصلا، هو راح يروح يدام وانا وراه، بس احس بيدام وراح اوقف انا مالته. لكن هو شويه احنا تعرف الظرف اللي مرت بيه بالسنوات السابقه، احنا ان شاء الله نستبشر خير من هذه الحكومه، وان شاء الله الخطوات اللي جاي تسير، انا مو من باب المدح لكنه هذا الشارع ده يقول، الخطوات اللي جاي تمشي بها ان شاء الله خطوات ناجحه، واحنا ان شاء الله في السنوات القادمه نطمح مو بزياده عدد المستفيدين، لا بالعكس تقليل عدد المستفيدين. تقليل بالإيجابي يعني. بالإيجابي نعم، نحو الإيجابي. إذا الوضع المعاشي تحسن وشركات والشاب اليوم يطلع من الكلية ويروح يشتغل بمعمل ومصنع، أكيد بعد هو يجي يقدم يمي على إعانة، وأنا يومي موقفة وتعال وروح وزاي داز الباحث يومي داقع شي يسوي بها شهادة حياة شهادة حياة ويومي تعال أكيد. بس هو مرات إحنا ظنك الحياة صح هم يجبرك. رغم أنا حتى ما أنسى أكو ناس ما مستحق الإعانة ومقدمة وجاي تتقاضى، أكو ناس تأخذ منكم كر وحتى ترجع، أكو ناس هسه إحنا هاي بعد بيننا وبين الله بيننا وبين الله إن شاء الله. فإحنا طبعا من بر قناتكم إحنا ندعو كل الناس اللي هو ما مستحق هاي الإعانة، خليه يترك المجال للفقير، وهذا الفقير ترى هو فقيرنا هذا، يعني هو منين جاي؟ هو لو اخوي لو ابن عمي لو قرابتي لو صديقي، انا اذا حالتي ميسوره وعندي تريلا وعندي سياره ابتعد عنا هذا الموضوع. اولا انت داخل باشكال شرعي يعني وياي خبزه، وثانيا انت منافس الفقير على حقه، انضي مجال. بس احنا مرات هذا العمل هم يراد له نوع من الثقافه، يراد من التوعيه، يراد التوجه الاعلامي من قنواتكم ان شاء الله انه تبث هذه الافكار وهذه الثقافات للمجتمع حتى يبتعدون عن موضوع المنافسه الفقير على رزقه. جميل. عندكم منصه اسمها مظلتي؟ مظلتي. شنو مظلتي؟ المواطن يريد يعرف موقفه بالحمايه الاجتماعيه. وين واصل؟ ايش عنده؟ ما عنده من معلومات يطلب. جيد، يعني ما يحتاج بعد ما يحتاج يجيني للدائره. مثلا هو على سبيل المثال قطعه الاعانه مالته، يروح للمظلة يعرف ليش السبب. اي يعرف شنو السبب ليش يعني قطعت. استفسار الجواب لو عنده، لا هو عنده على رقم البطاقه الذكيه مالته، يدخل على البرنامج يشوف. واحد يقول مثلا انا جاني الباحث بس ما اعرف شنو صار، يطب على المظلتي يعرف انه الباحث زايره ومتحول القيد مالته لا تحليل نتائج فقر. هسه انا استوني قدمت طوني استماره، اي يصير ادخل على مظلته واعرف وين صارت الاستماره؟ انت تو قدمت اكيد القيد مالتك مطلوب بحث ميداني، باعتبار اجى الباحث ورا يوم يومين، يجوز الباحث بنفس اليوم يدخل الاستماره. ورا يومين ثلاثه كان مطلوب بحث ميداني، يروح المواطن على مظلتي يدخل يلقى صاير تحليل نتائج فقر، يعني معناته الاستماره دخلت الكترونيا. يعني يقدر يطب اي مواطن يقدم على الاعانه. نعم. يطب ما بعد البحث. ما بعد البحث والمستمر ايضا حتى اللي يتقاضى. يعني لا انا قصد على الجديد. ما نعم. بعد البحث يقدر يطب على مظلتي. اي ممكن يشوف. واكو منصه اخرى؟ لا هي هاي المنصه مظلتي عن طريق المستفيدين عن طريق الكي كارد، واللي غير مستمر يدخل عن طريق الاسم الثلاثي واسم الام، وممكن يدخل يشوف القيد مالته. شنو اسباب مرات تتوقف الاعانه؟ الاعانه تتوقف اكو سبب، مثلا ظهر بالتقاطعات واحد لديه سيارة حديثه حمل. هاي ورا فتره من الاستمرار؟ ورا الاستمرار. شلون تجيكم ايش معلومه؟ قرص المرور حصلنا بقرص المرور، خاطبنا زودنا بقرص بين فترة وأخرى، ظهرت لديه سيارة مثلاً 2020 كي يحمل. يعني مو واحد فاعل خير يقول لكم يا بهذا. إحنا اللي جينا فاعل خير. جزاه الله خير. جزاه الله خير. بس هو هذا أول ما يجيك يا ما قالك وفلان أكو واحد عنده تريلر. يعطيكم إيش حاله؟ إيه يجيني بلغنا. أنا أكثر الناس أتعرض لهذا. قلت له أهلاً وسهلاً. تقدر تنطينا اسم الثلاثة واسم أمه خلنا نتأكد حتى نسحب الاستمارة حتى نطلع. قال لا أنا ما هاي حرام عليه. جات السيارة. زين أدري حرام عليك، لا عشت اشتكعتك يعني عوفه. إذا أنت المشكلة إحنا مواطننا مع الأسف ما عنده القدرة إنه
يوصل لك المعلومه حتى انت. احنا اليوم ترى بدون المواطن ما نقدر نشوف، هو عيننا صح، بس صار شك بالموضوع يعني ممكن. أبو انا خليني اتاكد تهمة جزافة. اي انا مره انا راح ادقق، انا ما راح اوقفه مباشره. انا هم عندي اليه للعمل، ادس فريق من البحث، ما ادس باحث واحد، اكثر من باحث لهيش الحالات، واتاكد ويكتبون لنا تقرير تفصيلي، ولربما ارجع مره ثانيه ادس فريق ثاني. طبعا. حتى لا ادخل انا في موضوع انه هذا الشخص بناء على معلومه او بناء على تقرير واحد، ممكن تقريرين يلا اوقف له الاعانه. احسنتم استاذ عبد الرحمن المنصوري مدير دائرة الحماية الاجتماعية. طبعا اسئلة بصراحة كثيرة، لكن اليوم ما شاء الله على استرسال بالحلقة والمعلومات القيمة اللي استلمناها منكم، وبالتالي هو تنوير المواطن. كلمة بثلاثين ثانية. كلمة بثلاثين ثانية، نستبشر خير ان شاء الله، وان شاء الله الحماية الاجتماعية تسير على خط صحيح، ونطمن مواطنينا انه خلي يتعامل مع الباحث لا يتعامل مع ناس يبتزون بالاموال، المعقبين موجوده دوائرنا، وما اعتقد احنا تليفوناتنا الشكاوي مالتنا موجوده ومكاتبنا مفتوحه، اي عمليه ابتزاز تمر عليه ان المواطن يبلغنا، وراح يشوف اجراءات ترضيه وترضي الله قبل ما ترضي المواطن. أحسنتم. شكرا جزيلا مرة أخرى سيد عبد الرحمن، وإن شاء الله حيكون تعاون مستمر ما بيننا وبينكم لإيصال الرسالة من جنابكم، من وزارتكم، ومن خلالنا إلى الجماهير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا سيد عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج الأخ في العلاقات والمصورين وسيد المخرج وإدارة البرامج لإكمال هذه الحلقة. نلتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم الساعة 9 مساء. تقبلوا تحياتي، أنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي، في أمان الله.